السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للدرس 19 وهو الدرس الثالث في الوحدة الخامسة أمر جاي فضاء رياضيات للمستوى الأول. إذن عنوان درس اليوم مقارنة الأعداد من 0 إلى 99. مقارنة الأعداد من 0 إلى 99. أهداف التعلم: مقارنة عددين صحيحين باستعمال المفردات والرموز، ترتيب مجموعة من الأعداد الصحيحة تزايديا وتناقصيا. إذا الحصة الأولى أكتشف وأتمرن. أكتب عدد أقلام خديجة وعدد أقلام كريم أحيط بخط أكبر عدد. إذا سنحسب عدد أقلام خديجة وعدد أقلام كريم ونحيط بخط أكبر عدد. إذا لنحسب عدد أقلام خديجة، إذا لدي هنا مجموعة من العلب، كل علبة بها 10 كما كتلاحظوا 10 أقلام. إذا 10 20 30 40 41 42 44 43 44 45 46 47 48 تسعة وأربعون. إذا خديجة تملك 49 قلما. بالنسبة لكريم، إذا كل علبة كذلك بها 10 أقلام، إذا 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 56 قلما. إذا ونحيط بخط أكبر عدد من الأقلام. إذا عندي هنا جوج ديال الأعداد، كل عدد كيتكون جوج الأرقام. إذا غنبدا بالمقارنة برقم العشرات. إذا عندي هنا 5 4، 5 أكبر من 4. إذا كريم هو الذي يملك أكبر عدد من الأقلام ب 56 قلما. السؤال الثاني: أكتب عدد الدراهم عند كل طفلة وطفلة. إذا عندنا هنا مجموعة ديال الدراهم ومجموعة المبالغ، نحسبوا كل طفل وطفلة شحال كيملكوا من درهم. إذا عندي هنا قطع نقدية من فئة 10 دراهم، وكذلك قطع نقدية من فئة درهم واحد. إذا 10 20 30 40 50 60 70 80 85. إذا كريم يملك مبلغ 81 درهم. أنا عندي غير درهم واحد. 10 20 30 40 50 60 70 80 81 درهما. بالنسبة لسلمى، تملك سلمى 10 20 30 40 50 60 61 62 63 65 66 67 68 80 و60. إذا سلمى تملك مبلغ 68 درهما. بالنسبة لرشيد، رشيد يملك 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 75. إذا رشيد يملك 75 درهما. إذا السؤال الأول: أحيط بخط أسمى من له أكبر مبلغ. إذا باش نقارنوا بين المبالغ، كالعادة كناخذ الأعداد كنشوف شحال من رقم ناش كتكون. إذا جميع المبالغ تتكون من رقمين. إذا غنبدا برقم العشرات: 7 6 8. أكبر مبلغ أكبر عدد هو 8، أكبر رقم هو 8. إذا كريم هو الذي يملك أكبر مبلغ ب 81 درهما. إذا سنحيط اسم كريم. السؤال الثاني: أحيط بخط اسم من له أكبر عدد من القطع. إذا الآن غنحسبوا القطع النقدية، القطع النقدية نشوفوا شكون اللي يملك أكبر عدد من القطع وليس أكبر مبلغ، أكبر عدد من القطع. إذا بالنسبة لكريم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كريم يملك 9 قطع نقدية. سلمى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. سلمى تملك مبلغ 14 درهم، تملك 14 قطعة نقدية. بالنسبة لرشيد، رشيد يملك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. اذا بالنسبه لرشيد يملك 12 قطعه نقديه، قطعه نقديه. اذا المطلوب اننا نحطوا بخط اسم من له اكبر عدد من القطع. اذا غنقوموا بالمقارنه. اذا عندي ثلاثه ديال الاعداد، اذا العدد واحد كيتكون من رقم واحد، اذا هذا اصغر عدد لانه كيتكون من رقم واحد. غيبقى لي المقارنه بين عدد القطع اللي كتملك سلمى ورشيد. اذا دائما كنبدا بالعشرات، واحد واحد. ملي كيكون هناك تساوي كنتقل لوحدات، اثنان اربعة. اذا اربعة اكبر من اثنان، اذا الذي يملك اكبر عدد من القطع هي سلمى، اذا نحيط اسم سلمى. ارتب المبالغ من الاكبر الى الاصغر. اذا المبالغ اللي عندي هنا غادي نرتبوها من الاكبر الى الاصغر. اذا كما قلنا كريم هو اللي كيملك اكبر مبلغ ب 81 درهم، يبقى لي سلمى ورشيد. اذا نبدا بالمقارنة بالعشرات. سبعة ستة، سبعة أكبر، إذا رشيد هو التالي بخمسة وسبعون درهما، ثم سلمى بثمانية وستون درهما، مفهوم؟ انتقلوا للصفحة الموالية، أقارن كل عددين وأحيط بخط الرمز المناسب. إذا نعود، إذا كما عرفنا بأن كل قضيب به عشر وحدات، كل قضيب يمثل عشرة. وكل وحدة تمثل واحد. إذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا ست عشرات، ست عشرات، ستون. إذا ستون. إذا هنا عندي مجموعة ديال القضبان، مجموعة الوحدات نحسب القضبان بداية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا خمسة، خمس عشرات، وواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وخمس وحدات. إذا خمسة وخمسون. إذا الرمز المناسب غنقوموا بالمقارنة. نبداو بالعشرات، خمسة ستة. إذا عندي ستة أكبر من خمسة، بالتالي خمسة وخمسون أصغر من ستون، والرمز المناسب هو أصغر، لأن دائما الرمز كياكل لنا العدد الكبير، الرمز دائما كياكل لنا العدد الكبير، ودائما الرمز يكون مثل فم التمساح. المقارنة الثانية، إذا عندي واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاث عشرات، كل قضيب يمثل عشرة، ثلاث عشرات، ووحدتين. إذا واحد، اثنان، اثنان، ثلاث قضبان، واحد، اثنان، ثلاثة، إذا ثلاث عشرات، وزوج الوحدات، اثنان وحدات. إذا نقوم بالمقارنة، ثلاثة ثلاثة، اثنان اثنان، إذا هناك تساوي، اثنان وثلاثون، اثنان وثلاثون، إذا الرمز المناسب هو تساوي. ننتقل للمقارنة الأخيرة، عندي هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة عشرات، أربعة عشرات، ثم واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة وحدات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة عشرات، وواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس وحدات. نقوم بالمقارنة، إذا أربعة أربعة، إذا هناك تساوي على مستوى العشرات، ننتقل للوحدات، خمسة أربعة، إذا خمسة أكبر، وكما كنعرفو دائما الرمز كيكون لنا العدد الأكبر، إذا الرمز أكبر، خمسة وأربعون أكبر من أربعة وأربعون. أتمموا سلسلة الأعداد كل مرة، إذا غنتمو سلسلة الأعداد كل مرة، ولكن مع الإنتباه بكم ننتقل من خانة إلى خانة، بكم ننتقل من خانة إلى خانة. إذا عندنا اثنان أربعة، إذا بشحال انتقلنا؟ اثنان ثلاثة أربعة، انتقلنا بزوج. إذا اثنان أربعة، ستة، ثمانية، تسعة عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، أربعة عشر، ستة عشر. إذا اثنان أربعة، يمكن لكم تحسبوا بهذه الطريقة، اثنان أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثنى عشر، أربعة عشر، ستة عشر. إذا المجموعة الثانية، السلسلة الثانية، إذا ستون، عندي خمسة وستون، نشوفوا كم انتقلنا من ستين لخمسة وستين، ورا واضح، ستون، واحد وستون، اثنان وستون، ثلاثة وستون، أربعة وستون، خمسة وستون. إذا الانتقال بخمسة، انتقلنا بخمسة من خانة لخانة، ستون، خمسة وستون، سبعون، خمسة وسبعون،
ثمانون، خمسة وثمانون، تسعون، خمسة وتسعون. إذا ستون، خمسة وستون، سبعون، خمسة وسبعون، ثمانون، خمسة وثمانون، تسعون، خمسة وتسعون. إذا النشاط الأخير نشاط ينجز خلال حصة دعم الدرسين 19 و20. أكتب كل عدد في المكان المناسب. عندي 10، 20، 30، 40، 50، 50 مرة أخرى، 60، 70، 80، 90. إذا 80 أصغر من 85، وخمسة وثمانون أصغر من 90. إذا عندي 67، إذا الأصغر من 67 هو 50. 50، 67، ناخدو 70. 39، الأصغر من 39 30. 39، 40. 18، 18 أصغر من 18 10، الأكبر من 18 20. 70، 76، 76، 80، الأكبر من 76 80. 51، أصغر من 51 50. كما كتلاحظوا عندي 50 دو فوا، جوج مرات. إذا 50، 51، 60. 60. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.